في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي 16، تقدم 31 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. تأتي عملية تسجيل المرشحين وسط إجراءات وإرشادات صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية حتى موعد الاقتراع المقرر في 5 ديسمبر المقبل. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر إدارة شؤون الانتخابات مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري. رائد، بعد التحية، هل لك أن ترصد لنا الصورة لديك بعد إغلاق باب الترشح لليوم الأخير؟ شكرا للزميلة منار قلاف، فمساء الله بالخير ومساء السادة المشاهدين. بالفعل اقفال باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2020 مع اليوم العاشر، 10 أيام متواصلة شهدت إدارة شؤون الانتخابات هنا في المقر المخصص لها مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ السكنية تواصل التسجيل بكل سلاسة مما شاهدناه أمانة منذ اليوم الأول وصولنا لليوم الأخير. لله الحمد جرت الأمور كما كان متفق عليها أكيد، وأيضا بالنسبة لروح الفريق الواحد اللي دائما نذكره، بالنسبة للفرق التي شاركت إلى جانب وزارة الداخلية هناك السلطات الصحية بالفريق الطبي الذي كان أيضا حاضرا لتطبيق الشرطات الصحية، إلى جانب أيضا إدارة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي وإدارة شؤون الانتخابات. يعني ليست غريبة عليها هذا التألق بقيادة 10 أيام متواصلة بتسجيل قيد 2020. أمور عديدة دائما تكون حاضرة وتحت المجهر مع المايسترو دينم، وأمانة إدارة شؤون الانتخابات كل الشكر لما يقدمه العقيد حقوقي صلاح الشطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية. قواكم الله، مجهودات تبذل وعمل يستحق الإشادة أمانة ما شاهدناه وتابعناه منذ اليوم الأول وصولنا لليوم الختامي. نتكلم عن 10 أيام متواصلة ونتكلم عن إقفال لباب الترشح اليوم العاشر لمن سيخوضون بإذن انتخابات مجلس الأمة 2020 بإجمالي عدد 395. نعم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك أخوي رائد، كذلك أرحب بالسادة المشاهدين على تلفزيون دولة الكويت. طبعا بحمد الله أقلق اليوم طبعا قبل شوي في تمام الساعة 1:30 ظهرا باب استقبال قوات أعضاء مجلس الأمة اللي راح تكون إن شاء الله في تاريخ 5 ديسمبر 2020. أحب أنه هنا إحنا بدأنا في يوم الاثنين الموافق 26/10، 10 أيام متواصلة متتالية بما فيها أيام العطل والجمع لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الأربعاء الموافق 4/11/2020. مثل ما تفضلت طبعا إجمالي عدد المرشحين 362 بالنسبة حق الذكور، 33 بالنسبة حق الإناث، بإجمالي 395 طلب ترشيح. عندنا حالة تنازل واحدة شهدناها خلال 10 أيام. التسجيل في اليوم الأخير كان بعدد 31 طلب للذكور دون أن نشهد أي تسجيل لي طبعا الخوات العنصر النسائي. الدائرة الوحيدة اللي لم تشهد تسجيل أي حضور نسائي خلال 10 أيام هي الدائرة الانتخابية الرابعة. جميل. عقد حقوق صلاح الشطي ايضا اداره شؤون الانتخابات وضعت بالحسبان اعطاء وقت اكثر بالنسبه لمن قيده وبالنسبه لليوم الاخير، وايضا يمكن استكمال عمليه التقييد طلب الترشح للذهاب الى المخافر حسب الدوائر 5. نعم طبعا اليوم الاخير الدوام الرسمي تي الساعه 2:30، ولكن طبعا احنا اغلقنا الساعه 1:30 على اساس ان نعطي مجال للاخ المترشح في نهايه الدوام ان يتجه الى مخفر الدائره الانتخابيه لاثبات عمليه الترشيح بموجب نص الماده 20 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنه 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامه. يجب ان يتجه طالب الترشيح الى مخفر الدائره الانتخابيه لاثبات عمليه الترشيح. طبعا هناك طبعا في قرار صدر من سيدي وكيل وزارة الداخلية بتحديد مخافر الدوائر 5 اللي هي طبعا مخفر الدعية الدائرة الأولى، مخفر شام الدائرة الثانية، مخفر كيفان الدائرة الثالثة، مخفر العمرة الدائرة الرابعة، مخفر العدان الدائرة الخامسة. طبعا ولله الحمد يعني الإدارة كانت متواصلة خلال 10 أيام مع الأخوان المرشحين
وكان عندنا لقاية الصباح هذا اليوم ثلاث طلبات لم تصل إلى مخفر، تم إبلاغهم والاتصال عليهم والتنبيه عليهم بضرورة التوجه إلى مخافر الدائرة لتسليم طلبات الترشيح. جميل. عقيد حقوقي صلاح الشطي، ماذا بعد إقفال باب الترشح مع اليوم العاشر؟ يعني هناك أيضا كما هو معروف ومتفق عليه لجنة تدرس جميع طلبات الترشح، هل هو هذا الرقم الإجمالي اللي انتهينا عليه 395 ستكون هناك طلبات الترشيح تحت الدراسة أيضا؟ طبعا منذ اليوم الأول من فتح باب الترشيح طبعا صدر قرار من سيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح. طبعا تختص اللجنة هذه بدراسة طلب طلب يقدم إليها طبعا لبحثه وتتأكد من توافر مدى انطباق شروط الترشح من عدمه على طالب الترشيح. كذلك طبعا اللجنة مستمرة بشكل يومي في عملية بحث الطلبات، والطلبات اللي قدمت اليوم كذلك راح يتم عرضها على اللجنة لدراستها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم شأنه، ومن ثم في نهاية عملها سوف تقوم برفع تقرير إلى سيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن ختام أعمالها. عقد حقوق صلاح الشطي أيضا بالنسبة لمهلة التنازل إلى متى ستكون إن شاء الله؟ طبعا التنازل طبعا وفق المادة 24 من قانون الانتخاب طبعا راح يكون قبل 7 أيام من يوم الانتخاب. آخر يوم للتنازل راح يكون تاريخ 28/11 في نهاية الدوام الرسمي. أحب أنوه للسادة المشاهدين بأن التنازل يجب أن يتقدم طالب الترشيح بكتاب خطي إلى مخفر الدار الانتخابية اللي قدم فيه أوراق ترشيحه، ومن ثم يتم إحالة الطلب إلى إدارة شؤون الانتخابات لإعمال شؤونه، ومن ثم تبدأ عملية التنازل وترصد في جهاز الخاص في وزارة الداخلية ويتم نشر ذلك أمام وسائل الإعلام. لله الحمد العقيد حقوق صلاح الشطي، يعني خبرات متراكمة لإدارة شؤون الانتخابات تجعل العملية أكثر سلاسة وأيضا حيوية أمانة كما شاهدنا وتابعنا اليوم. زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، يعني كانت فيها اللمسة الأخوية أيضا الدفع المعنوية الكبيرة لمواصلة العطاء. أيضا اليوم بعد إقفال باب الترشح سيكون هناك مرحلة أكبر أيضا بالإعداد والتجهيز لوزارة الداخلية، كما ذكرت أيضا لنوضح المشاهدين أنه المدارس واللجان التي ستكون إن شاء الله ليوم الانتخاب 5/12 إن شاء الله. نعم طبعا أحب أنوه للسادة المشاهدين بأن طبعا سيدي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تفضل مشكورا اليوم بزيارة إدارة شؤون الانتخابات لمراقبة ومتابعة الإجراءات في اليوم الختامي لعملية الترشيح طبعا، ولله الحمد يعني تم إبلاغ معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن طبعا خلال 10 أيام لم طبعا تظهر أي معوقات أو أي سلبيات تذكر، بفضل طبعا تكاتف وتضافر جميع الجهود من كان متواجد في مغادرة شؤون الانتخابات. كذلك الشكر موصول لإخوان وزارة الإعلام وزارة الصحة، كذلك طبعا جمعية الهلال الأحمر بالمتطوعين شاركوا طبعا وقدموا لنا طبعا الدعم والمساندة. كذلك أحب أنوه بأن طبعا بعد ما أقفل باب الترشح اليوم طبعا هناك إجراءات أخرى متواصلة لغاية ليلة الانتخاب. طبعا صدر قرار من سيدي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتحديد وتقسيم لجان الانتخاب لعضوية مجلس الأمة. طبعا إن شاء الله من يوم الأحد راح يتم استقبال المرشحين أو من قاموا بتفويضهم لمباشرة أعمالهم في الإدارة لأخذ طبعا التقسيم الخاص في كل دائرة انتخابية، ومن ثم طبعا حتى يتم طبعا دراسة التقسيمات هذه من قبل المرشحين ومن ثم تعيين المناديب والوكلاء الخاصين فيهم في يوم الانتخاب. جميل. أخيرا العقيد صلاح الشطي، يعني لو تحدثنا كإحصائية متوقع هذا الرقم كان مع اليوم الختامي، وأيضا يمكن لاحظنا صراحة بالدائرة الرابعة لم تسجل أي عنصر نسائي. نعم. مع اليوم الأخير. نعم طبعا بالنسبة حق الرقم طبعا هو في المعدل خلال السنوات السابقة طبعا يتراوح ما بين 400 و350 إلى 500 طبعا حسب رغبة طبعا كل مرشح في حال يرغب في الترشح للانتخابات، فهذا الرقم متوقع طبعا. دائما يمكن بالسنوات الماضية إذا دار يمكن لم تسجل أي عنصر نسائي بالنسبة للترشح. نعم طبعا لا دار الرابعة شهدت طبعا في السنوات السابقة أي ترشح عدد من العنصر النسائي، ولكن في هذه السنة لم نشهد طبعا أي تسجيل أي حالة، ولكن طبعا الرقم 31 مرشحة طبعا عفوا 33 مرشحة في الانتخابات طبعا هذا رقم جيد راح يكون إن شاء الله. كلمة أخيرة العقيد
الحاج صلاح الشطي من خلال ما تابعناه وشاهدناه، وشكر صراحة لكم على ما قدمتوا من تسهيلات لنا كإعلام، كأيضا تواصل مع جميع الفرق الحاضرة بتسهيل إيصال الرسالة الإعلامية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. كل الشكر طبعا لإخواني زملائي من وزارة الإعلام على جهودهم الواضحة ويانا خلال 10 أيام. طبعا كذلك أحب أنوه بأن إدارة شؤون الانتخابات سوف تعمل في الصباح وفي المساء يوميا من إن شاء الله من يوم الأحد لغاية ليلة الانتخاب، طبعا لمراجعة إخواني المرشحين أو من يفوضونهم لاستكمال أي إجراءات طبعا تخصهم ليوم الانتخاب. كل شكر لك العقيد حقوقي صلاح الشطي، مدير إدارة العامة لمدير إدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وشكر موصول لجميع من عمل وقدم الكثير والكثير كما شاهدنا وتابعنا 10 أيام متواصلة شهدت تسجيل 395 طلب ترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة 2020، واللي ستكون بإذن الله الفصل التشريعي 16 يوم 5 ديسمبر بإذن الله. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نكون وفقنا في نقل حي ومباشر على مدار 10 أيام هنا من مقر إدارة شؤون الانتخابات مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ السكنية، بنقل الصورة أولا بأول، وسنتواصل بإذن الله إن شاء الله حتى يوم الانتخاب بنقل أكيد هذه المسيرة الزاخرة بالعطاءات، المسيرة البرلمانية دائما والديمقراطية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة الحمد، ونفتخر فيها دائما وأبدا، ونفخر أيضا بنقل الصورة الحية والمباشرة من مقر إدارة شؤون الانتخابات، وسنكون إن شاء الله متواصلين بإذن الله معكم بإذن الله يوم الانتخاب. وكل الشكر كما ذكرنا لوزارة الداخلية، لوزارة الصحة، شكر أيضا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ولكل من سهل عملية الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة 395 العدد الإجمالي، وبإذن الله بالتوفيق للجميع. نعم زميلة مناير. إذن من مقر إدارة شؤون الانتخابات كان معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل رائد الشمري، شكرا جزيلا لك رائد.